بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، وموضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. السلام على الشهداء الأبرار وعوائلهم المضحين. السلام على عائلة الشاب المختطف. السلام على أهالي المعتقلين الأبطال. السلام عليكم أيها الحضور الكريم. داب النظام الأردني الخبيث بأفعال داعمة للإرهاب في عالمنا العربي، وفي خطوة جديدة ليست وليدة اللحظة، قام باختطاف الطالب الجامعي جعفر جاسم ماجد وتغييبه القسري عن العالم الخارجي ومنعه من الاتصال بذويه، حيث يتعمد النظام الأردني والنظام الخليفي الفاجر على التكتم الشديد على مصير المختطف في سياسة مقيتة ومجرمة عانى منها أبناء شعبنا في الداخل والخارج، واستهداف صريح لطلاب العلم والثقافة وزجهم في السجون دون وجه حق لتدمير مستقبلهم الدراسي. أكمل الشاب المختطف 19 يوما من الاختفاء القسري لدى جهاز المخابرات الأردني، وبالتعاون مع جهاز أمن الدولة والكيان الخليفي المجرم والنظام الأردني المعتدي، ونحمل الكيان الخليفي المجرم والنظام الأردني المعتدي المسؤولية الكاملة لسلامة الطالب الجامعي المختطف جعفر جاسم، كما نسأل الله الفرج العاجل عنه وعن جميع أسرانا المظلومين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ثوار النويدرات، 9 مارس 2015 ميلادي، البحرين المحتلة.